للحديث عن اليوم العالمي لمكافحة الفقر وتزايد معدلاته في العراق، تنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الكاتبة والباحثة العراقية الأستاذة ثائرة أكرم العقيدي. أستاذة ثائرة، في اليوم العالمي لمكافحة الفقر، بعد الترحيب بك، مرحبا بك. صندوق النقد الدولي يصدر تقريرا يؤكد ارتفاع التضخم بالعراق إلى 4.5%، كيف سيؤثر هذا التضخم المستمر على المواطن الفقير في العراق؟ طبعا السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا من المرجح أن يؤدي ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة معدل الفقر بنسبة مئوية جدا كبيرة، وهذا يرجع ذلك طبعا يرجع إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بالذات. طبعا رغم الثروة النفطية الهائلة في العراق، لأن شخصا واحدا بين كل 5 أشخاص لا يزال يعيش تحت خط الفقر في بلد يعاني من استشراء الفساد وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، ما دفع المواطنين على الخروج في تظاهرات شعبية تطالب برحيل الطبقة السياسية ومحاسبة المسؤولين الفاسدين. ورغم الغليان الشعبي في البلاد الذي أنتج احتجاجات مطلبية مناهضة للفساد أودت بحياة المئات، إلا أن الإجراءات الحكومية في البلاد لا ترقى إلى مستوى الأدنى، وهي بالكاد تطال صغار الفاسدين ولم تقترب حتى الآن من كبار المسؤولين المتهمين بالفساد في أحد أكثر البلدان فسادا في العالم وفق تقارير دولية. طبعا تشير التقديرات الرسمية تبخر واختفاء مليارات الدولارات خلال كل فترة حكم يقضيها المسؤولي 4 سنوات في الوزارات والمؤسسات الحكومية منذ عام 2003 وإلى نهاية. نعم. باعتراف وزارة التخطيط، ارتفاع نسبة الفقر في العراق إلى أكثر من 35%، هذه النسبة كبيرة، يعني إلى أي مدى ترين، هل في برنامج السوداني أرقام ربما حقيقية تترجم خطة معينة لتقليص هذه النسبة؟ نعم، السوداني حال غيرها من الذين سبقوه، لأنه خرج من نفس الأحزاب الفاسدة اللي حكمت طوال 6 سنوات، وهي طبعا ولاها لغير شعبها ووطنها. طبعا مجرد لا يجرب قالها أهل السماء والأرض والنصارى واليهود وجميع الديانات في الأرض إلا في العراق، المجرب يجرب لكي يستمر في سرقة ثروات العراق وتبقى نفس المعاناة للشعب الذي يتذوق يوما للحرية والكرامة والعيش الرغيد. الشعب اليوم لا تخفى عنه حقيقة هؤلاء، والحلقة ما زالت مستمرة في السرقة والفساد، وبجهود طبعا جهود هؤلاء الولائيين الذين هم ولائهم لغير الوطن. طبعا 20 سنة تقريبا ونحن لم نشاهد منهم سوى الدمار والسرقات والقتل والتهجير ووعود كاذبة، ومسلسل مرسوم بإتقان مع استغلال طيبة العراقيين ليظهر جميع المسؤولين من مجال النفايات للعلن ويعدوهم بوعود كاذبة أنهم سوف ترسم خارطة طريق جديدة مليئة بالخير والرفاهية للشعب والبناء والقضاء على الفقر. هذه الوعود كاذبة، قد مل الشعب منها. نعم، السوداني يقول إن محاربة الفقر هو من أولى أولوياتي أو أولى أولوياته. ماذا فعل عندما كان وزير حقوق الإنسان؟ ما الذي قدمه؟ طبعا لنعيد الذاكرة إلى الخلف ونسأل أنفسنا، ماذا أعطوا السياسيين والأحزاب إلى العراق؟ لم يعطوا سوى الجهل والتخلف، حيث كل الوزارات إن كانت خدمية أو سيادية فاشلة لم يبنوا السياسيين، وأيضا المعيد أن نسميهم سياسيين. السياسي هو من يكون قائد وطني ولاءه لبلاده بعيد عن الخيانة والتبعية. لم يبنوا فاسدين شيء ينقل العراق إلى مصاف الدول المتقدمة. طبعا كل الكلمة والمناصب استلموها لتبديل خدمة أنفسهم وليس خدمة المواطن أو خدمة الوطن. عندما تنظرين إلى هؤلاء، هم جابتهم أمريكا. بالنظر إلى العراق بلد زراعي، فيه ثروات بشرية، فيه ثروات زراعية، الأرض يابسة، الأنهر جافة، أرض غير منزرعة، عشوائيات منتشرة في بلد يطفو على بحر من النفط،
يعني هناك ارتفاعات في الاحتياطات النقدية من مدخلات النفط في أي بلد من بلدان العالم لو كان عندهم هذه الثروات لما ظل حال المواطن العراقي الفقير بهذا الشكل. أليست قادرة كل هذه الأموال على رفع مستوى دخل المواطن العراقي الذي أنهكه الفساد الحكومي؟ هل أن الفساد الذي يحمله نظام المحاصصة مستمر مع وجود أو مع تشكيل حكومة جديدة منبثقة ومولودة من نفس هذا النظام؟ هل سيستمر؟ نعم. طبعا الدستور العراقي لعام 2005 يمثل الدستور الداعم باعتباره القانون الأعلى في العراق، والذي جرى استفتاء عليه 15 أكتوبر 2005. طبعا هو وثيقة رئيسية للميادين الأساسية في كافة ميادين الحياة للدولة العراقية وبخاصة الاقتصادية منها، وذلك طبعا من خلال تأكيد على جملة من المعايير والمبادئ الاقتصادية والاجتماعية التي تناول العديد من مواده. هذا الدستور خاصة بالذات على سبيل المثال المادة 22 والتي تخص العمل والعمال والنقابات والاتحادات المهنية، وركزت المادة 23 على حماية الملكية الخاصة وحق العراقي. هاي النقطة انتبه عليها، حق العراقي في التملك في أي مكان في العراق، بينما كتلت المادة 24 حرية انتقال الأيادي العاملة والبضائع ورؤوس الأموال العراقية بين الأقليات والمحافظات، ونصت المادة 25 على أن تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصادية حديثة، وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادر وتشجيع القطاع الخاص وتنميته. وتكفل الدولة أيضا بحسب المادة 26 تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، ولازم على هذه المواثيق الدستورية أن يكون هناك تطبيق لدى الحكومة، لكن اليوم نرى لا شيء يطبق على أرض الواقع من هذه الوثائق التي نصت على حقية العيش بكرامة ودون عوز لكل مواطن عراقي الجنسية والتي حددها الدستور. نعم. شكرا جزيلا الكاتب والباحث العراقية الأستاذة ثايرة أكرم العقيلي، كنت معنا من بغداد.